تحياتي للجميع وأهلا وسهلا بيكم. طبعا كلنا عارفين قصة مبروك عطية الشهيرة وتطاوله على السيد المسيح، وطبعا لما قال في أحد الفيديوهات بلا السيد المسيح بلا السيد المريخ، فطبعا دي إهانة ليسوع المسيح، وممكن تكون فعلا زلة لسان زي ما هو اتكلم. لكن المشكلة في التبرير، يعني لو أحد أخطأ أو حاجة كلنا بنغلط، لكن مفترض إنه يطلع يعتذر أو يقول إنه هو أخطأ، لكن الحقيقة إنه يعني لم يعتذر، والأقوى من كده كمان إنه هو حاول إنه هو يبرر هذا الخطأ، حاول إنه هو يبرر الغلط دوت. اتصل عليه أحد المسيحيين، دلوقتي طبعا بقى عامل برنامج في قناة النهار، فاتصل عليه أحد المسيحيين واجهه بالموضوع دوت. فتعالوا نشوف التعالي، أول حاجة التعالي والغطرسة على الشخص المسيحي ده، ومش بس كده لأ، تبريره كمان لهذا الخطأ، تبريره للتطاول على يسوع المسيح. فتعالوا كده نشوف. خط ما يتقفلش عليا؟ لا أرجو، اسمها أرجو، اسمها أرجو. أرجو أنا مسيحي. بص حضرتك، أنا مش هطول على حضرتك، أتمنى الخط ما يتقفلش عليا. لا أرجو، اسمها أرجو، اسمها أرجو. أرجو أنا مسيحي. يعني بيقول له أتمنى إن الخط ما يتقطعش عليا، بيقول له اسمها أرجو. وماشي، أهلا وسهلا. أتمنى لك كل الخير وكل السلام. دي لغة عربية يا أكرم، دي لغة عربية يا أكرم، دي لغة عربية. يعني ما أتمنى مش لغة عربية، يعني هل كلمة أتمنى لغة فرنسوية مثلا أو هندية؟ أتمنى ده لغة عربية. مش عارفة بصراحة. يقول له اسمها أرجو، أتمنى أو أرجو، يعني طبعا الغطرسة اللي هو إحنا بنتكلم باللغة العربية. أوكي يا فندم. أولا أنا بحب حضرتك زي ما أحب كل الناس. يا رب يحبك. أنا بفتحت التلفزيون بالصدفة لقيت حضرتك على القناة، قناة منوعات اللي هي النهار، لقيت حضرتك بتتكلم عن الإسلام. أنا ما اتغطت ولا دعيت ولا اتضايقت، حضرتك اتضايقت وقلت هو بلا سيد المسيح. بص جه وجهه قطعوا عليه الصوت، يعني بص جه وجهه راحوا قطعين عليه الصوت، عايز يقول انت قلت السيد المسيح بلا السيد المريخ. بص هو بلا السيد المسيح. انت نكشت الموضوع حبيبي. عشان طب ليه قطعتوا عليه الصوت؟ يعني ليه خايفين؟ ما تخلوا الراجل يتكلم، يعني لسه الراجل قايل اتمنى ان محدش يقطع عليا الصوت، وفعلا قطعوا عليه الصوت. يعني ليه خايف يا مبروك؟ ريحك والدنيا كلها ترتاح. انا اتكلمت تبع قاعده اسمها الاتباع. الاتباع يعني ايه؟ يعني كلمه غير مقصوده. الكلام ده في اللغه مش عند مبروك عطيه، يعني كلمه مش مقصوده بيتوقف عليها. مثالها في اللغه العاميه عشان كل البني ادمين يفهموا، يقول لك دي قاعده الاتباع. واحده اتفقت مع جوزها انها تروح لامها، رجع الراجل بدري لقاها قاعده ما راحتش لامها، فسالها السؤال ده، ما رحتيش لماما ليه؟ بترد عليه تقول له انا لا رحت ولا جيت. جيت منين؟ ما هي بيتك البيت. اذا هي كلمه غير مقصوده، وكل موضوع يؤلقى الله عليه ان احنا نقول سيدنا عيسى، مش السيد المسيح، نقول سيدنا المسيح مش السيد المسيح. ليه؟ وانا عالم لغه. سيدنا ابلغ واعظم وتليق بمقامه عليه وعلى جميع النبيين والصلاه والسلام. ما فيش حد في الدنيا يا ولدي اللي ماشيين في الشارع بيقول على الانبياء السيد ابراهيم انما سيدنا ابراهيم، ما حدش بيقول السيد نوح انما سيدنا نوح، ما حدش بيقول السيد محمد سيدنا محمد، المسيح سيدنا المسيح لانه اخوهم، واحنا مامورين لا نفرق بين احد من الرسل. معلومه قلتها ووقفت على كلمه في الكتب كلها غير مقصوده،
لكن احنا في زمن الضعف اللغوي، فالحمد لله ان انا جات الفرصه اوضحها. مين يا فندم؟ مها، اهلا وسهلا يا مها. يعني بيقول بيحاول ان هو يبرر كلامه ان دي قاعده في اللغه اللي هو لا رحت ولا جيت، زي لا رحت ولا جيت، فلا استاد المسيح بلا استاد المريخ. يعني طب دي في العاميه، يعني احنا ممكن في العاميه واحنا قاعدين مع بعض كده نتكلم بشكل حر شويه، نقول بلا رحت بلا جيت، نقول اي كلام. ام عطيات مثلا قاعده مع ام حسين بيتكلموا مع بعض، فتقول لها لا انا لا رحت ولا جيت، عادي. لكن تتكلم على نبي، انت عندك المسيح نبي ومن قولي العزم، تتكلم معاه بالطريقه دي ان هو بلا استاد المسيح بلا استاد المريخ، وتتطاول عليه على اساس ان دي قاعده في اللغه العربيه اسمها مش عارفه ايه، ده كلام فارغ. يعني ينفع اقول بلا سيدنا محمد بلا سيدنا مش عارفه مين؟ ينفع مثلا السيسي يطلع يقول بلا سيدنا محمد بلا سيدنا ويحط بقى اي حاجه سخريه او تريقه؟ ساعتها كلكم كنتوا هتطالبوا بحبس هذا القس او هذا المسيحي او وتعملوا له ازدراء اديان كمان. فانا مش عارفه بصراحه ازاي الراجل ده يتجرأ كده وان هو يبرر الاهانه بتاعت السيد المسيح ويقطع صوت المتصل المسيحي. يعني ويقول انا ضد كلمه سيدنا، يعني انا ضد كلمه السيد، انا مع كلمه سيدنا. طب ايه الفرق يعني ايه الفرق بين سيدنا والسيد؟ طبعا السيد ده هيبقى سيدنا. تمام، تعالوا كده نشوف حديث. يعني تعال نشوف كده عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بن عامر الى رسول الله فقلنا انت سيدنا، فقال السيد الله تبارك وتعالى. يعني ما حدش يقول يا سيدنا، لان السيد هو مين؟ هو الله. قلنا وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، فقال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. قولكم اللي هو إيه؟ أفضلنا أو بعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان. فسيدنا الرسول لما قالوا له أنت سيدنا، اتعامل مع الحديث زي ما بيقولوا له أيها السيد محمد، فقال لهم لا، السيد هو الله، السيد هو الله. فطبعا لان مبروك عطية ضد يسوع المسيح وضد المسيح وضد إلهية المسيح، فيقول لك لا انا ما اقولش السيد، انا اقول سيدنا. ما هي هي ما هي هي يعني رسولك يا استاذ مبروك، رسول محمد، اتعامل مع كلمة سيدنا هي نفسها السيد. فايه البلاغة في سيدنا والسيد؟ يعني فين البلاغة؟ إن سيدنا أفضل وأكثر بلاغة من السيد، هي نفس الكلمة هي نفس الكلمة. فلو جه حد ساخر وقال بلا سيدنا محمد بلا سيدنا مش عارفة إيه والتريق، هل هتتعامل بنفس تعاملك ده وتبرر له؟ هل يمكن التبرير لهذا الشخص المسيحي، ولا كلكم سيوفكم هتتسنى عليه وتطالبوا إن هو إصدراء أديان وهذا يهين مقدساتنا ويسب الرسول محمد وتعملوا له قضيه؟ فانا مش عارفه، يعني زي ما قلت الناس بتغلط وممكن فعلا تكون زله لسان وقع فيها، لكن اللي بيغلط ده لازم يبقى عنده شجاعه الاعتذار، مش ان هو يبرر ويعمل علامه وفهامه ويقول لك سيدنا غير السيد وهذه ابلغ. كلام يعني كلام غير منطقي جدا وتبريرات وهية تدل على النرجسية، على التكبر، الغرور، انه شخص مش عايز يعترف بغلطه. طبعا حركة قطع المتصل ان انت بتقطع صوته، طب ليه بتقطع صوته؟ بما ان انت ما قلتش خطأ وبتاع وان دي قاعدة في اللغة العربية، طب ليه بتكتم صوت الراجل المسيح اللي بيتكلم؟ مع انه طلب منكم في بداية البث ان انتوا لا تقطعوا صوته، يعني قال اتمنى.
انه محدش يقطع صوتي، قطعت صوته. فليه الرعب يعني؟ ليه طالما انت شايف نفسك ما غلطتش؟ طب ما تسيبه يكمل كلامه، سيبه يكمل كلامه يعني. ف يعني ربنا يرحمنا بصراحه، يعني ما فيش شجاعه الاعتذار. احنا في يعني في المجتمع بتاعنا ما فيش عندنا شجاعه ان شخص يعتذر، انه انا احس بغلطي فاعتذر وبطل غرور وبطل كبرياء وبطل ان انا ادي تبريرات مضحكه. يعني الراجل ادى تبرير مضحك جدا، اللي هو زي بيقول لك ايه يعني، زي ما بنتكلم كده، انا رحت ولا جيت، فبلا السيد المسيح بلا السيد المريخ. ايش جاب لي جاب يعني؟ ايش جاب لي جاب؟ هل الحديث عن الانبياء ها والشخصيات الدينيه اللي انت مفترض كمان بتقدسها، يعني انت بتقدس يسوع المسيح، انت تقدس المسيح، المسيح ابن مريم بتقدسه وتجله، فهل الحديث عن الانبياء زيه زي الاحاديث الجانبيه في حياتنا العاديه اللي ممكن نسخر منها او نتريق او لا؟ كل طبعا لكل مقام مقال، وكل شخص لازم نتكلم عنه باسلوب معين. كلام عن النبي غير الكلام عن اي شخص في الدنيا يعني. فهي دي حقيقة الناس يا جماعة، دول حقيقة الشيوخ، وهي دي حقيقة مبروك عطية يعني. يقول لك احنا نجل المسيح ونعظم المسيح، حقيقة الامر لا، في حقيقة الامر هم يعني لا يقدسون سوى شخص واحد، هو الرسول محمد فقط. وده منطقي وبديهي. ليه منطقي وبديهي؟ هم يعرفوا مين المسيح اصلا يعني. هل هذا الشيخ او الشيوخ او عامة المسلمين البسطاء يعرفوا مين المسيح او ايه رسالته او ايه تعاليمه؟ ما انا عشان احترم شخص واحب شخص واقدس شخص ومهنوش، لازم اعرف هو كان بيقول ايه، ايه تعاليمه، ايه قصة حياته. هل المسلم عارف ده؟ هل الشيوخ عارفين ده؟ لا. فطبيعي ان هم يهنوه يعني، ده الطبيعي. سيد مسيح، سيد مريخ، طبيعي جدا. ليه؟ هم ما يعرفوش مين ده اصلا، هو واحد مكتوب في الكتاب بتاعهم وخلاص يعني، لكن لا يعرفوا قصته ولا يعرفوا هو مين، ايه افكاره، ايه تعاليمه، وبالتالي مش هيتعلقوا بيه، وبالتالي هيبقى سهل ان هم يهينوه في احاديثهم وفي كلامهم. زي الشيوخ اللي بتطلع تقولك بلا الموعظة على الجبل، بلا الموعظة على الهطل، وعناوين، عنوان يقول لك الموعظة على الهطل، اللي اسمه ابو عمر الباحث، الموعظة على الهطل. فتستغرب ازاي ده؟ طب ده ليه ما بتعملوش زراعة ديانة يا جماعة؟ ها؟ ليه ما شفناش مثلا محامي مسيحي تبنى ورفع قضية وراح لمكتب النائب العام وبتاع ليه؟ طب ليش ليه المشايخ اصدقائه ما نبهوش ان هو يحذف الفيديو؟ عيب انت تسيء الى نبي كريم، انت تسيء الى نبي كريم رضي الله عنه وصلى الله عليه وسلم، انت تسيء. هل يعملوا كده؟ لا. ليه؟ ما يخصهمش اصلا مين المسيح ده، هما يعرفوا عنه حاجه، اتعلموا عنه حاجه ولا شيء. طبيعي ان هم يهنوه، طبيعي ان هم يشتموه، يقللوا منه، يقللوا من افكاره، خلاص انتهى. هم ما يعرفوش غير النبي محمد، وعلى عيني وراسي يا عم، ماشي يا عم، قدس اللي انت عايز تقدسه، لكن ما تهنش رموز غيرك. خلاص انت عارف ومدرك في قلبك ان انت لا علاقه لك بالمسيح، ده مجرد واحد اقحم في كتابك. وانا بقولها اقحم في كتابك، يعني ايه اقحم في كتابك؟ يعني واحد صادف وانا بقرا لقيت اسمي في القران او في التراث بتاعي، ماشي، انت بتتعامل معاه كانه حاجه غريبه او دخيله، اوكي، لكن ده رمز للمسيحي، ما تهنوش. لو انت عاوز الناس تقدس او تحترم رموزك، احترم رموزهم. ابسط حاجه يا جماعه، ما ينفعش اطالب ان الناس تحترم رموزي وانا بهين رموز اللي قدامي، بهين تعاليم اللي قدامي، بهين الرب. اصل المسيح ربنا، ربنا ومخلصنا. انت مش بتهين مثلا نبي، المسلم لازم يعرف كده، انت لما بتهين المسيح
او بيتهين تعاليمه، ده بالنسبه لنا الهنا يا جماعه، مش مجرد نبي كمان، مش مجرد نبي، لا ده عاوز يهين الاله بتاعنا. لكن لما بعض المسيحيين بيتكلموا عن النبي بتاعهم بيتضايق. طب انت بتتكلم على الههم، الاله بتاعهم بتتكلم عنه، معبودهم بتتكلم عنه، بتهينه. فانت مستني ايه؟ اصل الناس مش زي بعضها، في ناس محترمه وفي ناس لا، في ناس عصبيه وفي ناس كيوت ووديعه وطيبه، انت مستني ايه بقى؟ وبدل ما يعتذر هذا الشخص يبرر، يقول لك دي اللغه. لغه ايه؟ اللغه علمتنا ان احنا نهين الناس يعني؟ فربنا يرحمنا وشكرا ليكم. اتمنى طبعا الناس تدعم هذا البث باللايك والشير والاشتراك في القناه، لا تنسى الاشتراك في القناه، وان انت تعمل لايك وتدعم قناتنا على اليوتيوب، قناه ميري يوسف. شكرا لكم.